السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. عندنا الباس سيمبل. باس سيمبل هو الماضي البسيط. Definition: تعريف: An action happened and finished in the past. شيء وقع في الماضي وانتهى في الماضي. مثال: نقول I went to school yesterday morning. ذهبت إلى المدرسة البارحة في الصباح. I went. أصل الفعل هو go، أذهب. ذهبت. I went to school yesterday morning. ذهبت إلى العمل البارحة. I went to work yesterday. لم أذهب ندخل على الفعل didn't، يصبح منفي والفعل يبقى في أصله. I didn't go to school yesterday. I didn't go to school yesterday because I was sick. كنت مريض لأنه لم أذهب إلى المدرسة لأنني كنت مريض. إذا أردنا أن نسأل Did you go to school yesterday؟ هل ذهبت إلى المدرسة البارحة؟ Did you go to school؟ ندخل did ويبقى الفعل infinitive على أصله. عندنا الماضي ينقسم إلى قسمين: regular verbs ed، هذا هو الماضي في الإنجليزية. وعندنا irregular خارج على القاعدة اللي هو شاذ، نقول irregular. changeable يتغير، مثل go يصبح went في الماضي ذهب. والتصريف الثالث هو gone past participle. عندنا بعض الأفعال، عندنا الأفعال الأساسية في الإنجليزية هي go، be، أكون، have، أملك، do، أفعله. الماضي go الماضي هو went، والماضي past participle التصريف الثالث اسم مصدر هو gone. عندنا be أكون، was كنت، were كنا، I was كنت، he was كان، she was كانت، it was كانت. الجماد والحيوان نقول it، الطمر it للجماد والحيوانات والغريب. ونقول he لشخص هو، نقول she هي. He was، she was، it was. We were نحن كنا، we were. You were أنتم كنتم. They were هم كانوا، هن كنا. Been هو كان، هذا اسم مصدر تصريف ثالث. نستخدم هذا التصريف الثالث للتعبير على perfect، present perfect، past perfect، future perfect. ثلاث أزمنة نستخدم فيها past participle هذا الاسم مصدر. ولكن في الماضي الآن نحتاج فقط لنعرف هذا الشطر. went go تصبح went ذهب، be تصبح was were، have أملك تصبح had كان عندي، I had a car كانت عندي سيارة، do أفعله، did فعلت، I did something درت شي حاجة، I did my work درت العمل الجيل، I did my homework درت التمرين الجيل، I did my housework درت العمل المنزل. Then we have verbs اللي فيهم ed بحال wish أتمنى، تمنيت، I wished، I wished. وديما الأفعال اللي فيهم ed تبقى ed في الباست بارتيسيبل في التصريف الثالث في المصدر، تبقى هي هي. wish، wished، wished. look، looked، looked. I look، أرى، looked، looked. we have listen، لا ننطقتي، we say listen to her، استمع إليها. listened، listened. we have wash، غسلت، washed، washed. play، ألعب، played، played. try، وحاول، tried، حاولت، tried. talk، تحدثت، لا ننطق L. talk، talked، talked. fix، أصلح، fixed، fixed. solve، وحل مشكل، حل مشكل عندي، نقول I solve my problems. solve، solved، solved. help، helped، helped. help، أساعد. assist، أساعد أيضا. assisted، assisted. attend، أحضر. attended، attended. pray، أصلي، I pray. prayed، صليت. prayed. tolerate، أتسامح أو أتحمل. tolerate، tolerated، تسامح أو تحمل. tolerated. face، أواجه. faced، واجه. faced. call، أدعى أو أنادي شخص أو أهاتف. call، called، called. smoke، أدخن. smoked، دخنت. smoked. pollute، ألوث. polluted، polluted. then we have accompany، أرافق. accompanied، accompanied. park، أحط سيارتي في مكان. I park، parked. push، أدفع. pushed، دفعت. pushed. pull، أجر. pull، pulled، pulled. ban، أمنع. banned، banned. love، أحب. loved، loved. I love her، I love him. adore، أعشق. adored، adored. then we have some time expressions، بعض المرادفات التي نلقاها في الجملة ونعرفها في السيمبل باست في الماضي البسيط. إذا ما نجد yesterday أعرف أن الجملة في الماضي.
last week الأسبوع الماضي last month الشهر الماضي last year العام الماضي last spring الربيع الماضي before قبل أو ago نقوله week before أسبوع ماضي one week before أسبوع ماضي in 1999 دائما نقرأ اثنين باثنين in 1999 in 2005 2005 in 1999 so this was simple past and I wish you